اسال لحضرتك على موقف الجماعه العربيه مما يجري في ليبيا بشكل واضح، والدور اللي طلعت بيه، وما تنوي القيام به لاستغلال واستثمار اعلان القاهره لمحاوله وقف اطلاق النار والدخول في حل سياسي في الازمه الليبيه. شوف حضرتك سألتني أكتر من سؤال في نفس واحد، يعني الإجابة عليهم تاخد فترة طويلة، لكن أنا يعني هحاول عشان السادة المشاهدين نختصر كده المشهد بأكبر قدر ممكن وبما يسمح إن الناس تتابع بس اللي بيجرى. طبعا في تطورات ميدانية احنا كلنا شايفينها، في الجيش الليبي اللي بيقوده المشير حفتر كان عامل وضع معين واصل في غرب ليبيا، ثم بدأ في الانحسار نتيجة انه قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا قدرت انها تحقق بعض المكاسب الميدانية، والوضع دلوقتي انحسر ودخل في منطقة اللي هي خاصة بسرت وما حولها. التطورات دي طبعا بيبقى لها دايما انعكاسات سياسية. من الناحية السياسية احنا كنا كجامعة عربية وكبعض الدول العربية بينها مصر بينها الامارات كانوا في ما يسمى بعملية برلين او مسار برلين اللي نتج عنه قمة برلين اللي عقدت في شهر يناير اللي فات. هذه القمة طبعا كانت بتنظمها الأمم المتحدة مع ألمانيا، وكان الهدف منها هو توفير مناخ مناسب للليبيين ان هم يقعدوا مع بعض يوقفوا اطلاق النار اولا، ثم يقعدوا مع بعض يبحثوا الجانب السياسي وكيف يمكن ان ليبيا تمضي للأمان، لان الوضع الحالي طبعا واضح انه صعب جدا ان يحصل اي حوار سياسي ما بين الطرفين. مسار برلين من ساعة ما تم اقراره وتم اقرار نتائجه حتى في مجلس الامن لم يحقق التقدم المنشود، وحصل التطورات الميدانية اللي انا شرحتها واللي هي بتعني ان ممكن جدا في طرف يفكر ان هو ممكن ميدانيا يحقق نصر عسكري يحسم به المسألة كلها لصالحه. من هنا جاء إعلان القاهرة اللي كلنا طبعا تابعناه، والجامعة العربية عملت الأمين العام عمل موقف واضح فيه، والهدف بتاع الجامعة العربية الآن هو كيف يمكن للطرفين الليبيين أنهم يستجمعوا إرادتهم السياسية ويحاولوا أن يجلسوا إلى مائدة واحدة للحوار السياسي حول مستقبل هذا البلد، وحتى لا يمكن أن يحصل أن الوضع الميداني يتكرس أو الوضع الميداني هو اللي يفرض الشروط على الوضع السياسي. صحيح. ده كلام طبعا لازم أن هو يكون مفهوم من الجميع. الجامعة العربية تشجع إذن الطرفين إن هم يقعدوا مع بعض حتى لو ندرك تماما صعوبة هذا الوضع وصعوبة إجراءه، لأننا عارفين إنه الإرادة السياسية يعني خلينا نقول يعني إما كانتش غائبة فهي يعني متراجعة إلى حد صحيح. كبير عند الطرفين. فدي صعوبة إحنا بنواجهها، مش بس إحنا كجامعة عربية، الأمم المتحدة اللي هي المنظمة الدولية اللي بتقود العملية مفروض بتواجهها. أي طرف حاول إن هو يخش يعمل مصالحة بين الطرفين أو تقريب وجهات نظر اصطدم بنفس العقبات، وبالتالي لابد من تفكير جديد وطرح أفكار جديدة حتى لو كانت هذه الأفكار مش بعيدة عن مسار برلين، لأنه مسار برلين ده أخذ مننا حوالي يعني 4 أو 5 شهور عشان خاطر تخرج نتائجه، شغل كتير جدا، ولكن برضو لسه زي ما قلت وشرحت ما خرجش بالنتائج اللي هي المرجوة والمأمولة لمستقبل ليبيا موحدة كل أبنائها يعيشوا تحت ظلها بشكل بعيد عن الحرب الأهلية أو المواجهات العسكرية. سعاد سفير، يعني وأنا بكلمك دلوقتي حالا